التسبيح والاستغفار كلاهما خير طبعا، كلاهما خير، ولكن يقول أهل العلم التسبيح يأتي بعد الاستغفار، لأن الاستغفار تنظيف ثم التسبيح ملء، يعني أول شيء نظف الثوب ثم ضع فيه ما شئت، يعني أو نظف الكأس ثم ضع فيه ما شئت، فيبدأ بالاستغفار، ولذلك بعد الصلاة نبدأ مباشرة بالاستغفار ثم نبدأ بالتسبيح، لكن كلاهما خير، التسبيح خير والاستغفار خير، كله خير عظيم.